أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن من الأول. عيدي الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خليك على نفس وضعية التلاوة الأولانية عشان ما يطلعش معاكي شاي. أول قلتي شاي ممتاز. بس أنا إيش بدي الرجي يعني كلها كانت كويسة مع عدا الجيم فبدنا نظبطها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجي. الرجيم. يلا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. كويس كتير بس الضاد بدها شوية تفخيم. من الأرض دعوة من الأرض إذا من الأرض من الأرض ضي 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 أيوة ضي من الأرض يعني تدربي عليها ماشي. من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض والأرض لا والأرض أيوة ممتازة. كل له قانتون. لا القاف كل له قانتون 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 أحسن من أول بس برضو بديها تفخيم. اسحبيها لجوه لا تطلعيها برا على طول بسرعة. قانتون أيوة هاك أيوة ممتاز. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طيب ابدأي وانتبهي للمفخمات أولا في الخلق. يبدأ الخلق وانتبهي للمدود الطبيعية. أيوة وهو الذي يبدأ وهو الذي يبدأ الذي يبدأ في ما الطبيعي انتبه له. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الخلق أيوة الخلق الخلق أحسن. يبدأ الخلق لا مش خا خا الخلق 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 قا قا الخلق ندرب عليه ماشي. ثم يعيده وهو أهون عليه عليه أيوه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم. ضرب لكم أيوة تتابع حركات. ضرب لكم مثلا من أنفسكم. هل لكم ما تعلقيش كتير على اللام. هل لكم مما ملكت أيمانكم. ملكت همس. هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فخميها را اسحبيها لجوه را 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 ايوه شورا شورا لا مش شورا شورا انت ما لما انت لما ما بتجيجي على مخرج الراء انتبهي شورا خلي الراء لسانك يضرب في سقف حلقك عشان يجيب ايش شوراك شورا شورا ايوه شورا شورا ايوه هيك بس فخميها شورا ايوه فخميها زياد شورا را را نفس ايوه يعني خليك على نفس وضعيه الراء هاي بس مع تفخيم. كيف افخمها بسحبها الى الداخل
شركاء. أيوة حلو ممتاز. فيما رزقناك رزقناكم رزقناك برضو راء رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون. وين مدودك؟ وين المدود رايحة عندك؟ فيه سواء تخافون تخافونهم تخافون مش تخاف خلاص عرفنا الخاء وليس خاء تخافون تخا تخا ايوه هيك تخافونهم كخيفتكم انفسكم 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 ايوه كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون برضو القاف بتنحك عندك انتبه نفصل الآيات لقوم شايف القاف نفصل الآيات لقوم لا انت اول اشي رجع القاف شوي لورا عن المخرج اللي انت بتطلع ايوه لقوم إذن عندك انت ايش ضياع مخرج انت متقدمة عن مخرج القاف لقوم أي هذه القاف لقوم هذه القاف خلاص تدرب عليها لقوم يعقلون أيوة هيك بل اتبع الذين ظلموا الله فخمة بل اتبع الذين ظلموا الذين ظا الذين ظا 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 مش ظا ما تطلع الصوت على طول اسحبي لجوا ظا ظا ايوه ظا اسحبيه لجوا اي حرف مفخم بسحبه الى الداخل ليش لانه مكان التفخيم في الداخل بل اتبع الذين ظلموا من ظلموا ليس الظا هذه تفخيم ذا ظا بل اتبع الذين ظلموا الذين ظا الذين ظا لا من ظا 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 ايوه اسحبيها لجوا ظا ايوه تدربي عليهم كويس التفخيم ظلا ظلا لا يا برق يا برقق الظا واللام يا بفخم الظا واللام لا ظلا ايوه ظلموا اهواءهم بغير علم اهواءهم بغير علم اهواءهم بغير علم ايوه فمن يهدي من اضل الله من اضل الله من اضل الله اللي ما بيحرك فكه كويس ما حيجيب التفخيم والترقيق كويس من اضل الله اضاء اضاء خطا الهمزه دائما مرققه واللام دائما مرققه الا في لفظ الجلاله في اوقات معينه بس الضاد دائما مفخمه اضاء اضل ايوه هذه أضل الله أضل الله طيب وما لهم من ناصرين لونها من ناصرين أيوة نا دائما النون مرقب من ناصرين لا ناصرين ناصرين من ناصرين من ناصرين أيوة فأقم وجهك أيوة للدين حنيفا لا الدال فيش فيها همس للدين أيوة للدين حنيفا ممتاز فطرة الله التي فطر الناس عليها طيب لا تبديل لا تبديل لا تبديل لا ديلة ما فيش ديلة لا تبديل لخلق لخلق الله لخلق الله لخلق الله تمام ذلك الدين القيم برضو الدين ذلك الدين القيم القاف خلص عرفنا مخرج القاف ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا أكثر الناس لا يعلمون طيب أكثر الناس ولكن أكثر أكثر رن أكثر الناس لا يعلمون تتدربي على الرام منيبين إليه واتقوه وأقيموا واتقوه منيبين إليه
اتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين المدود الطبيعية من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كويس، بس الراء والقاف والجيم عندك هدول، يعني عموما التفخيم بدك تحاولي تفخمي كويس، تمام؟ تحاولي تجيب الحروف المفخمة، خصة ضغط انقض مفخمة لحالها، خا صا ضا بهالشكل، عشان وتكلى فيها، بمجرد ما تيجي تقرأ بتطلع معاك صحيح. القاف عرفتي انه المخرج غلط، فلازم المخرج قا. ايوه طيب، وهالتسجيل هذا بتضلك تسمعيه وتصححي له الاسبوع الجاي ان شاء الله بتجيني، تمام.